السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديفيجن بي ده أداة بتحول التكست أو البرومت لصور، وبتحول برضو الصور لصور تانية. يعني تديله أي صورة يبدأ إن هو يعدل عليها، وبيشتغل على ماكنتوش. تقدر تعمل له داونلود تسطبه عادي، تديله أي تكست أنت عايزه فيعمل لك صور إبداعية مش موجودة على أي مكان تاني في الإنترنت. تديله صورة هو يبدأ إن هو يعدل عليها ويجيبها لك بشكل أفضل. والميزة ان هي ما حدش يشوفها غيرك، لان ده برنامج مش اونلاين. فتقدر ان انت تقول له جنريت، وتبدا ان انت تختار بعض العوامل، عايز مثلا يلتزم بالصوره نفسها او يعدل عليها وهكذا. ممكن تديله شخبطه وهو يحولها لك لصوره بالشكل دوت، صوره حقيقيه. دي بعض الامثله الناس عملوا الكلام دوت. فاتمنى يعجبكم البرنامج، وبالتوفيق ان شاء الله. برنامج سهل جدا وبسيط، وهو معتمد على ستيبل ديفيجن اللي هو يعني فكره الانتشار، بحيث ان هو اي تكست موجود بيبدا ان هو يحوله لصور.